مباراة ضربة حرة مباشرة تأتي عالية وتلعب للأمام وبالرأس ستبعد، والصافرة الإنجليزية من مارتن أتكنسون تشير لوجود خطأ لهذا اللاعب تويفوني. محاولة هنا الخلف بعد ذلك لصالح دورماس، جيمي دورماس، والتسديدة سهلة جدا من جانب دورماس. التصور 32 دقيقة ما في فرصة حقيقية، مرمى السويد وانطلاقة من جانب دورماز يأتي بكرة في المكان السليم، هذه خطيرة وجميلة كانت عن طريق لوستيك، ميكائيل لوستيك في الكرة الماضية من كأس العالم عام 94 إلا أمام البرازيل البطل. هذه محاولة خطيرة، أوهو، أول فرصة حقيقية في المباراة تأتي في الدقيقة 35 وعلى رأس أوليفر جيرو الذي كاد، وهذه ألعاب المفضلة بالمناسبة جيرو، الكرات الرأسية في المكان السهل والكرة بالرأس كانت ولا زالت، ووصلت الآن إلى أوليفر جيرو. الله الله، يا للروعة يا للروعة يا جيرو، جيرو يسجل هدفا في غاية الروعة وغاية الجمال وغاية الإبداع. فرنسا هي كذلك الآن، وكرة جميلة كانت ولا زالت، الله الله، دورماز يعيد السويد، دورماز يعيد السويد، جيمي دورماز، نعم كرة جميلة من البداية الأولى، من البداية الأولى التمريرة العرضية جميلة، بيرجر تقع عاليا، شوف هذه التمريرة من فورس بيرج وبعد ذلك أوغستنسون. وتبديلات تبدأ بأولسن في المرمى، لوستيك، ليندولف وجرانكفيس إضافة إلى أوغست بالمناسبة مع منتخب بلاده. كرة تلعب عالية وللأمام، هذه خطيرة، فرصة كانت قائمة لمنتخب السويد في الكرة الماضية ولكنها مرت من الخبير جرانكفيس لاعب الموجود في الدوري الروسي. هذه الكرة الماضية طبعا ما بين رفيد وكلاهما حاضر في مباراة اليوم. هذه كرة السويد في الشوط الثاني تبدأ بصورة جيدة من المباراة، كرة تلعب عالية من ديمتري بايت، تأتي المحاولة وتأتي الرأسية ولكن تأتي المتابعة من أولسن، روبن أولسن، كرة تلعب عالية وللأمام، محاولة قائمة من جانب بوجبا والتسديدة بعيدة كل البعد، بعيدة كل البعد، أعتقد من سيسوكو، أعتقد من سيسوكو. باريس سان جيرمان محاولة قائمة، العرضية مثالية خطيرة، وحارس المرمى، حارس المرمى، نعم كنا نتكلم عن بالإمكان أن تكون خطيرة ولكنه فضل التمرير، وكرة جميلة، الله، حلوة من بوجبا، حلوة من بوجبا، حلوة من بوجبا، فكرتها ذكية جدا، فكرتها ذكية جدا، شوف قدم عمل كبير الآن كمدرب، وهذه محاولة وفرنسا خطيرة في اللحظات الماضية، وبالتالي نعم الكرة تصل لأن تكون لخارج أرضية الملعب، خارج أرضية، تعود السيطرة في الشوط الثاني لمنتخب السويد، وقوية، قوية كانت الكرة الماضية، نعم قوية جدا الكرة الماضية بالقدم اليسرى، ربما ربما، نعم نعم نعم، للأمام، وحارس المرمى الثالث عشر من هذا الشهر الحالي، ضربة حرة مباشرة، ولوريس، لوريس، لوريس بتألق كبير، ممكن يأتي بكرة، نعم يفعل ذلك، المحاولة مستمرة طبعا من جانب جريزمان. هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد في 52 مباراة سجل 26، الشكل السريع عبر السوشيال ميديا، هذه كرة خطيرة، فرصة للأمام، جول، خطأ فادح، خطأ قاتل، السويد تتقدم، أخطأ القائد، 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 لوريس الخبير، وبالتالي في اللوب.